احنا راح اخترنا مربع. أجي بنفسك. سؤالك أيضا السؤال الثاني والمعادلة الثانية. أتمم المعادلات الآتية ووزنها. لدينا المعادلة F E زائد C U S O 4. ما نوع هذا التفاعل يا صديقتي؟ أجي تفاعل أحادي. تفاعل أحادي، أحسنت. إذا كيف يتم؟ هل يتم التبادل الأحادي أم لا يتم؟ لا أنسي بيتم بتصير أنسي معنا F E S O لماذا 4 يتم؟ لماذا يتم؟ أنسي لأنه ال F E هي أقوى نشاطة من ال C U فبتقدر تزيحها يعني بس نعم، معنا F E S O 4 زائد C U. سنتي. بس لأن في أكثر نشاطا من السيو راح تنحل مكان السيو، والسيو راح تنزاح مكان الإف إي. حسنتي. إذا المعادلة موزونة. نبدأ من أنسي مرتبات النفس. موزون ال F E ذرة واحدة دخلت ذرة واحدة طلعت ذرة واحدة ال تمام. C U دخلت ذرة واحدة طلعت ذرة واحدة ال S دخلت ذرة واحدة طلعت ذرة واحدة ال O دخلت أربعة وطلعت أربعة فالمعادلة موزون ما بتوازن. أحسنتي يا حنان، شكرا لك.